جزء كول اوف ديوتي القادم تسرب بالكامل وعنا جميع المعلومات عنه، ومو بس الجزء القادم، لا بل الجزء اللي بعده ايضا. الجزء القادم راح يكون باسم كول اوف ديوتي مودرن وورفير 3، واللي راح ينزل هذه السنه، واللي راح يكون فيه طور الزومبيز. والجزء اللي بعده اللي راح ينزل السنه القادمه هو كول اوف ديوتي بلاك اوبس 5 جولف وور، او حرب الخليج. فبهذا الفيديو راح اتكلم عن الجزئين واذكر جميع التسريبات عنهم، فيلا خلنا نبدأ. بس قبل أن نبدأ هذا الفيديو، برعاية بوكو وفي giveaway مقدم منهم. بوكو أطلقوا موبايلين جدد اللي هما بوكو F5 وبوكو F5 Pro، وهالموبايلين جدا أقوياء ومخصصين للجيمينج وسعرهم جدا رخيص. خلينا نتكلم على الموبايل الأول اللي هو بوكو F5. هذا الموبايل فيه معالج سناب دراجون 7 من الجنريشن الثاني، واللي بيخليه جدا قوي للألعاب، تقدر تشغل عليه أقوى الألعاب نفس كول اوف ديوتي وغيرها، وبيدعم شاشة فول اتش دي من نوع AMOLED، ومعدل الإطارات فيها 120 هرتز، يعني راح يكون فيها سلاسة رهيبة عند الاستعمال وعند اللعب. والموبايل بدعم 3 كاميرات احترافية، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل، وكاميرا ألترا وايد، وكاميرا مايكرو للصور المقربة، وأيضا بدعم الشحن السريع. وكل هذه المواصفات الرهيبة بكم؟ 1599 درهم أو ريال سعودي. والموبايل الثاني واللي يعتبر أقوى اللي هو بوكو F5 Pro. هذا الموبايل بدعم معالج سناب دراجون 8 من الجنريشن الأول، واللي يعتبر من أقوى معالجات الموبايلات اللي موجودة في العالم حاليا، فرح يشغل لك الألعاب بأداء جدا ممتاز، وبيدعم شاشة AMOLED 120 هرتز، بس الاختلاف إنه الشاشة بدقة 2K وبتدعم الدولبي فيجن والHDR. هذه الأشياء رح تخلي الشاشة خلابة، وأيضا بيدعم 3 كاميرات، كاميرا أساسية 64 ميجا بكسل وألترا وايد ومايكرو، وبيدعم الشحن السريع بالسلك وبالوايرلس أيضا. وهذه المواصفات الرهيبة كلها بكم؟ 2199 درهم أو ريال سعودي. فإذا ودك تعرف معلومات أكثر عن الموبايلات، شيك الرابط اللي موجود بالوصف. وإذا ودك تدخل بفرصة الفوز على موبايل بوكو F5، فكل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك أي تعليق أسفل الفيديو. ويلا خلنا نبدأ. اوكي، قبل أن نتكلم عن التسريبات الجديده، خلينا نرجع لورا شوي الى السنه الماضيه قبل نزول مودرن وورفير 2. وقتها كان في مسربين موثوقين قاعدين يسربوا كل المعلومات عن مودرن وورفير 2، وتقريبا كل تسريباتهم طلعت صحيحه فعلا بمودرن وورفير 2. وهالمسربين نفسهم قالوا ان مودرن وورفير 2 راح يتم دعمها الى سنتين، وبعام 2023 هذه السنه ما راح يكون في جزء كول اوف ديوتي جديد، وان الجزء قادم من شركة تريارك اللي هو بلاك اوبس 5 راح يكون بعام 2024. وبالمقابل على نهاية 2023 راح ينزل تحديث وحزمة كبيرة لمودرن وورفير 2، يكون فيها طور قصة جديد، مابات مالتي بلاير الريماستر القديمة اللي نحبها، وماب وورزون جديد. هذه كلها كان المفروض تكون بأبديت ضخم راح يصير على نهاية هذه السنة، وكل الناس صدقوهم لأنه تسريباتهم اللي قالوها على مودرن وورفير 2 كانت صحيحة. بس بشهر 2 من هذه السنة شركة اكتيفيجن اعلنت بمقال خاص للمستثمرين انه رح يكون في جزء كول اوف ديوتي جديد بالكامل هذه السنة، فالناس كلهم استغربوا، المسربين قالوا ما في لعبة جديدة، فكان رد المسربين انهم ما عندهم معلومات جديدة، هم اللي بيعرفوه اكيد انه لو في لعبة هذه السنة ما رح تكون بلاك اوبس الجزء القادم. وبعد 3 اشهر من هذا الكلام، الان بشهر 5 المسربين الموثوقين كلهم اكدوا انه اي فعلا في جزء على نهاية هذه السنة، وراح يكون Call of Duty Modern Warfare 3، وهذه مو Modern Warfare 3 القديمة مسوين لها ريماستر، لا جزء جديد كليا راح يكون تكملة لمودرن وورفير 2، والجزء راح يكون من تطوير شركة سليدج هامر في الكامل. سليدج هامر هي نفسها اللي سوت Call of Duty Vanguard، World War 2، Advanced Warfare، وأول لعبة اشتغلت عليها سليدج هامر أو ساعدت بتطويرها هي Call of Duty Modern Warfare 3 الأصلية اللي نزلت عام 2000
2011. فأول لعبة اشتغلوا عليها Modern Warfare 3، واللعبة القادمة Modern Warfare 3 بس من تطويرهم بالكامل. طيب، والتسريبات بتقول إنه اللعبة رح يكون فيها طور قصة ورح يكون تكملة من Modern Warfare 2، والشرير في القصة رح يكون ماكاروف. وعلى نهاية Modern Warfare 2 شفنا إنه ماكاروف فعلا موجود في قصة Modern Warfare الجديدة، ورح يكون فيها طور مالتي بلاير جديد كليا غير Modern Warfare 2، ورح يكون في جميع مابات المالتي بلاير الريماستر يلي كنا موعودين فيها مع Modern Warfare 2، نفس هاي رايس، تيرمينال، افغان، روس وغيرهم كثير من المابات الرهيبة. عشان كذا ما شفنا هالمابات الرهيبة بModern Warfare 2 واللي كنا موعودين فيها، لا، مخبينها او اجلوها الى Modern Warfare 3. ورح يكون في ماب وارزون جديد بالكامل اسمه لاس الماس، واللي هي نفس المنطقة باحد مهمات طور القصة بModern Warfare 2، وفي المهمة نقدر نشوف الخريطة موجودة بالكامل. هذه قدامكم، هذه اللاي اوت او شكل الخريطة من فوق، بس تسربت صورة من الخريطة نفسها ما اقدر اظهرها بالفيديو، بس اذا مهتمين موجودة على تويتر، الرابط باسفل الفيديو. والتسريبات بتأكد ان الطور الثالث في اللعبة راح يكون طور الزومبيز. ايه اللي سمعتوه صحيح، زومبيز في Modern Warfare. ممكن بعضكم الان يستغرب ويقول ان الزومبيز مع العاب بلاك اوبس دائما، كيف راح يكون مع Modern Warfare؟ بس عادي جدا الزومبي يكون موجود في Modern Warfare، لان اللي اغلبكم ما يعرفه هو ان جميع اجزاء Call of Duty الجديدة في عالم واحد وقصصهم متصلة. وفي جزء Black Ops Cold War عرفنا من القصة ان الزومبي موجود بنفس عالم القصة، مو نفس الاجزاء القديمة بعالم مختلف. وبما ان Modern Warfare وBlack Ops بنفس العالم، فمن المنطقي ان في زومبيز في عالم Modern Warfare. بس قالوا في التسريبات ان الزومبي ما رح يكون نظام الراوندات ومابات، لا، بل رح يكون بنظام الاوتبريك، ورح يكون اسمه اوتبريك 2. الاوتبريك هو طور الزومبي، عالم مفتوح اللي شفناه في Black Ops Cold War، واللي عجبني انا شخصيا بشكل جدا كبير، بالذات على نهايته صار طور جدا ممتع. بس ادري ان معظم او نصف لاعبين الزومبي على الاقل ما حبوا الطور هذا، بس هذا هو طور الزومبي في Modern Warfare 3، رح يكون الاوتبريك. والناس متوقعين يكون خليط بين الاوتبريك اللي شفناه في Black Ops Cold War وبين طور الدي ام زي اللي شايفينه في Modern Warfare 2، واللي على فكره جدا ناجح والناس حابينه بشكل كبير. طيب، السؤال المهم، مين رح يطور طور الزومبي؟ التسريبات بتقول انه اللعبه مطوره بالكامل من استوديو سليدج هامر، بس بالنسبه للزومبي ما هم متاكدين، ممكن سليدج هامر نفسها، او على الاكثر رح يكون استوديو تراير، لانه معروف اخر فتره اي زومبي لازم يكون من تريارك، باقي الشركات بطلت تسوي زومبيز ابدا. استوديو تريارك نزل Black Ops Cold War في عام 2020، ولعبته القادمه اللي راح نتكلم عنها بعد شوي في عام 2024، اي بعد 4 سنوات. ففي احتمال جدا كبير ان خلال الثلاث سنوات انتهى من تطوير طور الاوتبريك للزومبيز، والان اكتيفيجن راح ينزلوه ابكر مع Modern Warfare 3. واصلا في احتمال كبير انه يكون طور مجاني مع الوارزون نفس الدي ام سي. واخر شيء في التسريب كان انه اللعبه راح تنزل في تاريخ 10/11 او نوفمبر، والبيتا راح تكون في شهر اكتوبر اي بشهر 10. اتمنى تشاركونا رايكم بالتعليقات، هل متحمسين على Modern Warfare 3 او لا؟ ادري ممكن اغلبكم يقول مو متحمس لانه Modern Warfare 2 لسه جديده والمفروض يدعموها سنتين، وانا اوافقكم بهالكلام، بس اظن راح يلعبوها بشكل ذكي. كيف يعني بشكل ذكي؟ اولا راح يرجعوا نظام الحركه القديم تبع Modern Warfare 2019، واللي كان معظم اللاعبين حابينه، متاكد راح يرجعوه على الجزء القادم عشان يرجعوا اللاعبين اللي تركوا Modern Warfare 2 من ورا نظام الحركه البطيء. ثانيا، في المالتي بلاير راح يكون في عده مابات رهيبه مثل ماب تيرمينال وهاي رايس وروست ومابات ثانيه. وطور القصه راح يكون في الشرير ماكاروف اللي هو احد افضل الاشرار والشخصيات في تاريخ Call of Duty، وفوق هذا كله طور زومبي وماب وارزون جديد. فصحيح ان عدد كبير ما هو متحمس على Modern Warfare 3 لانه لسه Modern Warfare 2 مصلها نازله 6 اشهر، بس اظن مع الاشياء هذه كلها راح تكون لعبه ممتعه وراح يخلوا الناس يشتروا اللعبه. طيب، وخلنا الان نتكلم عن تسريبات الجزء بعد القادم واللي راح يكون من تطوير استوديو تريارك، واللي هو Black Ops 5 Gulf War او حرب الخليج. تسريبات هذا الجزء نزلت من 7 اشهر، يعني قبل نزول اللعبه بسنتين
سنتين كاملين. ممكن تقول الآن إنه كيف تسربت من هذه المدة؟ والجواب راح يفاجئكم، بس اللعبة تسربت عن طريق وارزون موبايل. في شهر 11 السنة الماضية تم إطلاق البيتا للعبة وارزون موبايل، وبعض الناس دخلوا على ملفات اللعبة ولقوا معلومات لجزء بلاك أوبس حرب الخليج. شو دخل بلاك أوبس مع وارزون موبايل؟ بكل بساطة ألعاب كول أوف ديوتي الجديدة كلها على محرك واحد اللي هو محرك مودرن وورفير الجديد. يعني حتى بلاك أوبس القادمة راح تكون نفس رسومات وجرافيك والأنيميشن تبع مودرن وورفير. خلاص ستايل بلاك أوبس الكرتوني اللي كنا متعودين عليه ما عاد نشوفه. فبما أن الألعاب كلها على محرك واحد، في معلومات لبلاك أوبس وجزء مودرن وورفير القادم موجودة مع وارزون موبايل والعكس، كلهم على نفس المحرك، عشان كذا تم تسريب معلومات من بلاك أوبس القادم. طبعا معنا تسريبات كثيرة عن الجزء، بس التسريبات الموجودة تعطينا كثير معلومات عن اللعبة. أولا أحداث اللعبة رح تكون في حرب الخليج اللي صارت عام 1990. حرب الخليج صارت لما صدام حسين ودولة العراق قاموا بغزو دولة الكويت، والسعودية ودول الخليج مع أمريكا تدخلوا في الحرب عشان يطلعوا العراق، وتم تسريب صورتين من اللعبة. ما أقدر أعرضهم، بس رح أعرض هنا شو اللي كان موجود في الصور بدون لأعرض الصور نفسهم عشان الفيديو لا ينمسح. الصورة الأولى كانت من قصر صدام حسين، هذه الصورة الحقيقية لقصر صدام حسين واللي كانت نفسها بالضبط موجودة في اللعبة. وفي الصورة في اللعبة كان موجود على الحيط لوحة مشهورة كان يمتلكها صدام حسين، وهذه هي اللوحة الحقيقية قدامكم، نفسها موجودة في اللعبة في قصر صدام حسين. والصورة الثانية اللي تسربت كانت قاعدة حربية أمريكية في نصف الصحراء، واضح إنها في أحد دول الخليج، وكانت فيها هذه الطيارة واللي هي طيارة أمريكية حربية تم استعمالها بحرب الخليج فعلا. إذا ودك تشوف الصور المسربة فأيضا حاطها على تويتر، الرابط موجود بالوصف، بس ما أقدر أظهرها بهذا الفيديو. وأيضا من التسريبات بنشوف إنه مو بس حرب الخليج، لا كمان في حرب الصومال في مقديشو اللي صارت عام 1993، كان في حرب أهلية صايرة هناك والقوات الأمريكية تدخلت. فواضح إنه القصة ما رح تكون فقط بحرب الخليج، بس رح يكون تركيز عليها أكثر من غيرها. وأيضا تم تسريب عدة أسماء أسلحة، هذه شايفينها قدامكم، وهذه الأسلحة كلها تم استعمالها في حقبة حرب الخليج. وبما أن قصة الزومبي الجديدة في بلاك أوبس مرتبطة مع طور القصة، منشوف على نهاية زومبي بلاك أوبس كولد وور بعد ما حلينا لغز آخر ماب وشفنا ريكتوفن، منشوف بعدها كاتبين أن بعد 5 سنوات راح تكمل القصة، ومنشوف مقطع بسيط من التكملة. وأحداث بلاك أوبس كولد وور انتهت عام 1985، فخمس سنوات يعني عام 1990 واللي هي السنة اللي بدأت فيها حرب الخليج، فهذا تأكيد ثاني. فأكيد راح نشوف مابات أو مناطق في اللعبة من العراق، من السعودية، من الكويت، ومن دول خليجية ثانية. بكل صراحة ما أدري إذا أتحمس لهالموضوع ولا أخاف منه، لأن حرب الخليج موضوع حساس هنا في المنطقة، فنخاف إنه يجيبوا العيد فيه في اللعبة. بس اللي يطمني إنها بلاك أوبس ومن تطوير تريارك، ومتعودين دائما في قصص بلاك أوبس إنهم ما بيطلعوا الجيش الأمريكي البطل اللي جاي يساعد الناس، لا بل بمعظم أجزاء بلاك أوبس بيطلعوا الجيش الأمريكي والسي آي إيه إنهم سيئين وبيعملوا كتير أشياء شريرة. فهذا الشيء نوعا ما بيخليني أتحمس إنه راح تكون قصة حلوة للعبة، وإن شاء الله ما تنمنع في الدول العربية. فأي يا شباب، كذا مكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى تشاركونا في التعليقات شو الجزء اللي متحمسين عليه أكثر، Modern Warfare 3 هالسنة ولا Black Ops السنة القادمة. بالنسبة إلي Black Ops، بس أيضا متحمس أشوف شو رح يسوي شيء جديد في Modern Warfare 3، بالتحديد إنه في زومبي أول مرة، زومبي مع Modern Warfare. أتمنى تشاركونا في التعليقات، وبس كان معكم الشركيال وشركة كي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.